لو الحكاية فيها إن فيتو فحيل عبد الشافي هو أسرع فريق، وحاجة تانية مسافة مش كبيرة. عبد الشافي يستحق دلوقتي إن هو لازم يدور على المستقبل، فاحنا كان يعني أنا سعيد بإن هو أعير لنادي أهلي جد، لأنك في المقابل لما تيجي تبص كده على عبد الشافي عمل إيه؟ عبد الشافي تنزل على 4 مليون جنيه، هو عبد الشافي خد كم من نادي الزمالك عشان يتنزل على 4 مليون جنيه؟ من ساعة ما جه نادي الزمالك، مش هتلاقيه محصل المبلغ ده. هو كان محتاج إن هو الإعارة ديت عشان تأمين مستقبله. عبد الشافي قيمة فرقة نادي الزمالك، لكن أنا من وجهة نظري غيابه مش هيأثر على نادي الزمالك، خاصة إن أنت جايب 18 لعيب جديد. هو مش باك شمال اللي احنا سميناه، مش باك شمال أصلاً. أطلع من عندي، أطلع من الناشئين من عندي. إحنا كنا بنعمل كده السنة اللي فاتت، طلعنا على ده، إحنا كنا عاملين تمرين للناشئين قبل الفريق الأول، بنشتغل حوالي ساعة ونص معاهم، وبعد كده بنشتغل مع الفريق الأول شغلنا العادي عشان نقدر نشوف اللعيبة اللي موجودة في النادي. وفي الآخر برضو سرحوا ومش فين أوباما؟ مصطفى فين ياسر إبراهيم؟ محمد عبد المجيد فين؟ محمد عبد المجيد فين؟ شيكا وغيره كتير، ده في لعيبة مشيت، في لعيبة تتثابت. فالنهاردة لو انا ما عنديش البديل بتاعه موجود في الفرقه، لا اشوف حد من الناشئين. ومعقول ان انا اجيب فرقه ب 18 لعيب سكور كامل ما اجيبش فيه لعيب ظهير ايسر؟ مش عارف ده هو ازاي، بس انا عشان المجلس الاداره اللي عامل الصفقات مفيش جهاز فني هو اللي انا رايي ان عبد الشافي يعني ما اعتقدش انه كل تاثير، لان يعني لعيبه كتير وفي أندية كتير اعتزلوا الكورة وبطلوا، الأندية لازالت ماشية وبتاخد بطولات وبتكسب، يعني ما بتقفش على حد يعني، لكن ده ما يقللش من قيمة عبد الشافي. عبد الشافي قيمة كبيرة جدا في هذا المكان، وهو أفضل واحد موجود في مصر في هذا المكان دلوقتي، لكن كان لازم ان هو يعار، لأن دي مصلحة لعبد الشافي، وأعتقد يعني الناس شايفة النهاردة برضو مصلحة للنادي. شيكابالا بقى، شيكابالا والله يعني انا كان نفسي تبقى دي الفرصه ده ابنك. طبعا انا كان نفسي ان الفرصه دي تكون هي دي طوق النجاه وعنق الزجاجه اللي بيخرج منها شيكابالا عشان يعني يقدم نفسه لناس كتير ما تعرفوش. شيكابالا لغايه دلوقتي لسه ما اداناش اللي هو عنده، لأن شيكابالا لسه عنده كتير جدا، بس المشكلة إن سمير عبد التواب الوكيل بتاعه مش بيساعده بالطريقة الصحيحة. ازاي؟ سمير عبد التواب هو اللي بيثير المشاكل لشيكابالا وبيحطه على طريق المشاكل، إنما شيكابالا مش بتاع مشاكل من جواه، إنسان لما تتعامل معاه تتخض إنه طيب بالمنظر وبالشكل ده. إنسان يعني طيب إلى درجة لا تتخيلها، بدليل إنك لو سألت شيكابالا دلوقتي معاك فلوس قد إيه شيكابالا، هتعرف إن هو معوش ولا مليم على كل الكرة اللي لعبها دي والفلوس اللي خدها دي والعقود اللي اتعملت ديت، ما عندوش مليم. فهو يعني إنسان طيب إلى درجة الهبل، وبيضحك عليه بمنتهى السهولة. يعني انا بناشد شيكابالا، يا شيكابالا خلي بالك من شيكابالا، لان في ناس حوالين شيكابالا عاوزين يهدوه اكتر ما هو تعبان قوي. يعني انت في ظروف شيكابالا دلوقتي محتاج انك تقف على رجليك عشان ما تبقاش نهايتك زي محمد صبري وناس كتير انتهت حياتهم بدون ما يقدموا نفسهم بشكل كويس. انت بتطلب انه يرجع للشيكابالا؟ انا اتمنى انه يفضل في البرتغال، اتمنى انه يفضل في البرتغال. طب فتت مفاوضات الاهلي معاك، انت شايف انه ممكن يروح الاهلي فعلا؟ انا ما اعرفش اذا كانت دي صحيحه ولا مش صحيحه. هو في كلام ان الاهلي بيفاوض؟ هي صحيحه،
انا كنت واقف في السنغال، انا عندي بعد ما خلص الجيل انا من وجهه نظري ما اعتقدش ان شيكابالا هينجح في نادي الاهلي لو راح. يعني انا عايز اتكلم معاك برضه على موضوع المنتخبات الناشئه المدربين. حضرتك اتكلمت وقلت ان في طبيعي ان بيبقى في مجاملات جوه الفريق، في مجاملات بقى في المدربين؟ شوف هو ما شفناش الكبار بتوع نادي الزمالك اللي هم مكسرين الدنيا في الدوري وفي كل دوريات العالم العربي مش موجودين. شوف في 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 المره دي اختيارات الناشئين المره دي كانت من خلال لجنه فنيه اتقدمت لها سيفيهات للمدربين اللي كانوا عايزين يشتغلوا في المنتخبات دي، وللاسف في الاخر خالص اللجنه الفنيه دي اتضرب بكلام عرض الحيطه، ومجلس الاداره هو اللي عين المدربين اللي هو شايف انها الاصلح بالنسبه للمنتخبات دي. فبالتالي ده رد الفعل اللي حصل على المجاملات اللي حصلت، لان مع خالص تقديرنا واحترامنا لكل المدربين اللي كانوا موجودين في القطاعات دي كلها، لا في مدربين افضل منكم كتير وحققوا انجازات انتوا نفسكم مش هتقدروا تحققوا ربعها الا ان وقع الاختيار على دول، وكانت في الاخر النتيجه ان احنا ما قدرناش نوصل لاي بطوله افريقيه. مش هتطلع لك كابتن منتخب؟ شرف لاي حد انه يخش في المنتخب، لان انا لما اتطلب مني السي في بتاعي عشان اروح المنتخب قدمته عن طريق احد الناس اللي موجودين في نادي في اتحاد الكره، وانا ما روحتش بنفسي قدمته. فوجئت بالكابتن الدكتور عمرو ابو المجد بيكلمني بيقول لي التالي كده، بيقول لي يا كابتن عبد الرحيم، طبعا الدكتور عمرو ابو المجد ده استاذي في التربيه الرياضيه، لقيته بيقول لي ان السي في بتاعك ده حرام ما تبقاش مدرب منتخب. قلت له طب انت شايف ايه يا دكتور عمرو؟ قال انا شايف لو تسمع انك تكلم الانديه اللي انت كنت شغال فيها وتجيب لي خطاب افاده ان انت كنت شغال في الانديه دي. قلت له يا دكتور عمرو اللي حضرتك بتطلبه مني دوت انت سهل جدا تعمله بالتليفون، انك تكلم النادي اللي مكتوب عندي في السي في الراجل ده كان عندكم السنه دي ولا ما كانش عندكم السنه دي، ويبعتوا لك جواب بالفاكس. قال لي معلش انا افضل ان انت اللي تعملها احسن ما انت تعمل. له لا معلش يا دكتور عمرو انا اسف، انا مش هلف على انديه مصر عشان اجيب خطابات افاده ان انا اشتغلت ولا ما اشتغلتش، لان انا مش هحط اسم نادي انا ما اشتغلتش فيه احطه عندي في السي في وابقى مزور عشان يتقال عليا ان انا مدرب يعني. فرفضت طبعا الموضوع دوت. بالتالي بعدها على طول لقيت اللجنه الفنيه ما لهاش اي راي، واعضاء مجلس الاداره تقريبا هم اللي اختاروا البتاع دي المدربين دول. وانا متذكر ان احنا كنا في السنه اللي فاتت في 2013 كنا بناخد الرخصه ايه، وكانت التعيينات كانت الرخصه دي في شهر يناير، وكانت التعيينات هتتم في شهر 6. احنا كنا في الدراسات دي وعارفين المدربين اللي جايين منهم، وتسمت الاسامي واحنا قاعدين في الدور، وفعلا اللي اتقال في الدور دوت هم دول اللي جم اشتغلوا. بس حضرتك اشدت باتحاد الكوره في البدايه ان هم صمموا على إقامة الدوري ومجموعة واحدة ولا هبوط الناس اللي قلت إن في مجاملات. نعم. اتحاد الكورة بقى ده بشكل عام بقى يعني بكل الناحية الإيجابية دي والناحية السلبية، شايف إن اتحاد الكورة ده يكمل ولا قرار الحل اللي هيصدر خلال أيام ممكن هو اتحاد الكورة بقى له قد إيه؟ سنة ونص. يعني أنا مش شايف يعني أصلي مش شايف اي داعي لحكايه ان احنا نقيم دعوه ومعرفش ايه الكلام ده كله، لان دي مواضيع هتحطنا في مشاكل مع الاتحاد الدولي. مقامه فعليا احنا بنتكلم عن ايوه حاجة. ولو حصل الحل ايه اللي هيحصل؟ لا مش هيقولوا ده فعلا ده تدخل حكومي. طبعا مش عارف احنا عمالين نلف وندور على بعض على مشاكل برضو كلها في الاخر مصالح شخصيه. والله لو انا شاطر وعارف
اربط اموري مع الانديه بيقدروا ينجحوني في اتحاد الكوره. عشان انا مش شاطر بلجا للاتحاد للمحكمه واقول انه حصل تزوير والكلام ده كله. لا، ما انا اكون بقى ادي الكلمه وادخل وانجح، يا اما مش قدها خلاص يبقى الناس بقى تشتغل ونقيم عملها بعد كل سنه. الجمعيه العموميه لازم تقيم برضو عمل اتحاد الكوره. ما هدي المشكله اللي بتصادفنا دايما في مصر في كل الانتخابات، ان مفيش جمعيه عموميه بتحاسب حد. وبرضه في الانديه بيحصل كده، بيفشلوا الجمعيه العموميه ويخلوا الناس ما تجيش ويربطوا معاهم ويظبطوا معاهم، وفي الانديه برضه بيحصل كده. فالعمليه برضه كلها داخله ايه؟ برضه في المجاملات حتى في الانتخابات. هي الانتخابات مش دايما بتفرز الاصلح. انا خلاص كنت فاهمش، بس انا هقول لحضرتك، هسكن لحضرتك اسماء وتقول لهم جمله واحده، يعني كل واحد جمله واحده او كلمه واحده زي ما حضرتك، وبما فيهم لا طبعا. نبدا بس بالسلام. كمال درويش دكتور استاذي. دكتور كمال درويش استاذي ومعلمي. أشكرك على الفترة اللي أنت قضيتها وأنت رئيس نادي منتخب. ودخولك الانتخابات الأخيرة قلل كتير من أسهمك. ألف سلامة لصحتك يا سيادة المستشار. انا حزين ان انت ما قدرتش تفيد نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور، صباح الخير. حسام حسن، جماهير الزمالك في انتظار نجاح منك. ميدو، كان نفسي تكمل مشوارك وتبقى مدير فني لاحد الانديه الكبيره. دكتور محمد سعد، وحشنا دكتور، وخلي بالك ده مصيرنا كلنا. خلي بالك ايه بقى؟ طيب اللي بيحصل فينا من نادي الزمالك غريب. اتمنى لك من كل قلبي التوفيق، لان توفيقك هو توفيق لمصر كلها، انت وجهازك الفني بالكامل. نصيحتك ليه؟ اتمنى انك تركز بشكل قوي على اللعيبه اللي تستحق تكون في المصاف الدولي. مصر اديتك الكتير، لكن انت للاسف رفضت كل ده برجليك. اخيرا احمد حسن، يا عميد عمداء العالم، لازم تلموا الدنيا كلها في المنتخب وتقدموا لنا المباراتين اللي جايين دول فوزين من خلاله، ان شاء الله هكونوا في افريقيا 2015. اخيرا بقى كابتن رحيم، المحطه اللي جايه والله في انتظار بقى ان بعد ما موضوع القناه دوت لم يتم على خير، في انتظار بقى اللي يتم في خلال الايام القادمه دي. اي فريق يحتاج مجهوداتي يعني تجاهل التدريب الفتره طبعا. لا، تدريب ان شاء الله.